بشأن انتهاكات المسجد الأقصى المبارك وذكرى إحراقه، معنا هاتفيا من القدس المحتلة رئيس الهيئة الإسلامية العليا مفتي القدس السابق الشيخ عكرمة صبري. مرحبا بكم شيخ عكرمة. إذا 49 عاما قد مرت على إحراق الأقصى المبارك، كيف تمر هذه الذكرى على المسجد المبارك في هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مرت ذكرى 49 على حريق الأقصى، ولكن الحرائق مستمرة بصور متعددة تتمثل بالاقتحامات من قبل اليهود المتطرفين للأقصى، وأيضا تتمثل بالحفريات أسفل الأقصى. لذلك حينما نقول أن الأقصى في خطر، الحقيقة الأقصى في خطر، لأن اليهود يعون بالأقصى ويحاولون فرض السيادة عليه، لكن يواجهون بصد من المقدسيين في كل مرة ويتراجعون كما حصل أولا. وبالتالي نحن في سجال مستمر مع الاحتلال، ولم يتوقف الصدام، لأن الاحتلال يحاول المرة تلو الأخرى من أجل وضع اليد على الأقصى. نعم. إذن مع تزايد هذه الانتهاكات واقتحامات الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك، هل تعدى الاحتلال مرحلة التقسيم الزماني والمكاني لما هو أبعد؟ أخي الكريم، هو يحاول موضوع التقسيم الزماني والمكاني، لكن فشلا ذريعا للحصول وفي تنفيذ هذه المخططات، وخاصة منذ عام الماضي في هبة الأقصى، حينما حاول الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى، وجاءت الهبة الأقصى وموضوع البوابات الأكسدية لتؤكد بأن السيادة على الأقصى هي إسلامية وليست إسرائيلية. من ذلك التاريخ، وأرى أن موضوع التقسيم الزماني والمكاني قد فشل ذريعا. نعم. طيب شيخ، يعني أخيرا، ما التدابير، هل من تدابير تتخذونها لحماية الأقصى المبارك من هذه الانتهاكات الصهيونية؟ أخي الكريم، صراعنا في الميدان، على أرض الواقع، كما أن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد على الأقصى، نحن أيضا نواجهه في الميدان بصد هذه الاعتداءات والمحاولات العنصرية العدوانية. نحن لا نملك سوى أن نكون متواجدين وشد الرحال إلى الأقصى. هذا هو ما نستطيع أن نقوم به نحن، لكن لا نعفي الدول العربية والإسلامية من المسؤولية، لأن الأقصى شأنه شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة، فلا يجوز الدول العربية والإسلامية أن تتخلى عن القدس والأقصى. أشكرك الشكر الجزيل من القدس المحتلة رئيس الهيئة الإسلامية العليا مفتي القدس السابق الشيخ عكرمة صبري.